في البلاي متواصلين حتى للخمسة متاع العشية. اليوم يوم تاريخي، يوم عظيم لأحباء الملعب التونسي. 72 سنة اليوم الذكرى 72 لتأسيس فريق كبير في من أحباء من في تونس، فريق مهم برشا أكيد في البطولة التونسية. ما نجموش نتصوروا البطولة التونسية من غير الفريق هذا، ملعب التونسي فريق البيات أكيد عنده ظهر لي مكانة خاصة في قلوب التونس الكل. استاد على ذلك أكيد المكانة هذه والتفاصيل الكل ناخذوها من عند واحد من الرموز واساطير الفريق هذا، اللاعب الدولي السابق انيس العياري. انو سهلا بيك. اهلا بيك اسلام، نحب نسلم عليك والساده المستمعين الكل. وتعرف الدخله نتاعك محلاه ومعزه، خاطر اسلام بي في حق جمعيه الملعب التونسي، تاريخها نعبيتها القابها. الحق نشكرك برشا على كيما نقولوا احنا الكلام الباهي اللي تقال في جمعيه كبيره كيما الملعب التونسي. هذا اكيد الحقيقه انيس، ولا هكا نعطى استاد يحبوها الناس الكل في تونس هكا، ولا انت اكيد درت برشا بلايص في الجمهوريه نتصور ومشيت لقيت ترحاب انيس مع الناس عداوات. صدقني اليوم انا بريسك نتنقلوا في تونس كامله وعندي علاقه مع الجماهير التونسيه كل الملعب التونسي. تحس الفريق الثاني يعني كتلقى محب نادي الفريق، محب من الترجي تاع ستيفان ديما يقول لك راه عندي الكلوب ولا الاسبيرونس بدرجه اولى ومن بعد تجي تونسيا. ديما تلقى الملعب التونسي الفريق الثاني، الفريق المفضل لكل محب في تونس اليوم. ثم عندنا انتماءات انه النوادي ديما يقعد الملعب التونسي تختار ديما نادي ثاني انك تتبعه وتعطف عليه تتبع نتيجه وقت اللي يخسر تحصر عليه. اما الملعب التونسي الرا اليوم في تونس الحق انه حتى وقت اللي صارت اشكال وقت اللي كان في الرابطه الثانيه وصار اشكال كبير برشا وتحت حقريت تاثر كبير من جماهير تونس الكل، ياكد انه الملعب التونسي اليوم الحق معناتها الفريق المحترم، الفريق اللي ما عندوش عداوة ولا حاجة مهمة برشا، واللي تحسب تاريخ الملعب التونسي والناس اللي قاعدة تخدم في جمعية كبيرة كما الملعب التونسي قاعدين كما نقول احنا محافظين على التقاليد محافظين على العادات نتاعنا، وهذه حاجة مهمة خاطر تربينا في الملعب التونسي، تربينا الوفاء، تربينا نكونوا كوريكت في 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 في, في برشا حاجات، وخاصة وقت الشدة كما نقولوا احنا ثم ماتشات سام راهو تتلعب في الكواليس. ملعب التونسي نتذكر في الحينات وانا ملاعبي في الستاد تونيزيان جاني مسؤول ولا جاني رئيس ولا مجرد حتى اقتراح معناتها في امور معناتها مخلل للرياضه نوعا ما نقول، وما نحبش نقول اكبر الكلمه خاطر بالنسبه لي انا عيب كبير، لكن حق الملعب التونسي ربينا على الوفاء جمعيه كبيره برشا. ممكن فتره اخيره ما فهمش القاب لكن حافظه على التقاليد نتاعها، حافظت على كما نقولوا احنا الاساطير اللي خرجتهم وهذه حاجه مهمه برشا. وبالمناسبه هي قبل ما نتعدى كل شيء كما نقولوا ان شاء الله ربي يشفي سيدي احمد المغيربي اللي هذاك معناتها كما نقولوا احنا رمز الملعب التونسي، انسان خدمها كلاعب خدمها كمدرب. اليوم نعرفوا الحاله الصحيه نتاعو متداورة شوية، نعرفوا العمر وكذا، ديما نتمناو له الشفاء. والملعب التونسي مثلو عدة أساطير لكن سيدي أحمد حاجة سبيسيال برشا ربي يشفيه إن شاء الله. أكيد أنيس، أنت أنيس كيف كما أحمد المغيربي أيضا أنيس أنت عندك مكانة خاصة في قلوب ستاديستي الكل، شنو تمثل لك المناسبة هذه؟ والله شوف اسلام راهو مش من فراغ انك تلقى جماهير يعني تشوف انت برشا ملاعبين عديوا على تاريخ الملعب التونسي وعلى جماهير كبيره كما الملعب التونسي تحسبهم عديد تحصى ولا تعد، لكن ممكن ان نجم يكون سبيسيال شويه على خاطر في مواقف معينه كنت حازم، كنت خذيت قرارات مهمه في حياتي في مستقبلي، تحملت مسؤولياتي في عديد المرات وانا صغير يعني تشوف انت 16 17 سنه نطلع ليكيب سينيور تحملت مسؤوليتي كامله في عامين ثلاث سنين تلقى روحك اني دير في جمعيه كبيره كيما الملعب التونسي تحمل مسؤوليات كامله. زادتني اعتجاز وجاو عروض ما حبيتش نمشي لحتى جمعيه اخرى، ومعناتها كيما نقولوا احنا قعدت محافظ على الانتماء نتاعي وحبي الملعب التونسي وجماهير الملعب التونسي تعرف توصل تعمل معاهم معناتها كيما نقولوا احنا في مواقفك تكون كيما نقولوا احنا انجلاديتور في التيران حاجه مهمه برشا يعني على مده راهو اربع ولا خمس سنين في 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 عام نجم نغيب ماتش. تصور انت على اربع سنين لو نلعب في سيزون بلان معناتها كيما نقولوا احنا نلعب ماتشات كامله الي وروتور ما نغيبش ما نعملش مشاكل. الحمد لله اليوم يزون محبه الملعب جماهير الملعب التونسي ما خلتنيش زاد نكون مسير في الملعب باش نكون واضح معاك سلام. علاش؟ خاطر من خاطر ما تنافقش ما تجاملش من ملي ما نجمش غدوة ندخل في كونفلي مع الجمهور اللي نحبه، ما نجمش نخليهم هم يدخلوا معايا ولا ندخل معاهم. وتعرف راهو مسير مشكل من نادي تتبدل الرؤية صحيح غير وبتصيف عليا وعليهم
الاثنين تعاملوا بعضنا ديريكتومون، وانا محبتهم والقدر اللي بيني انا وياهم ما يخلينيش حتى نخمم اني غدوه نجم نكون ريسبونسابل باش الناس غدوه ينجم حتى مجرد عتاب. هذا اللي خلاني نكون ديما محب وباش نقعد محب، ونحب المحبه نتاع السادسيه هذه خلاتني ما نجمش نكون لا اليوم لا غدوه مسير عليه باش نقعد المحبه ديك، خاطر بالدنيا ريت الدنيا ما تسويش قدامهم وقدام محبتهم، خاطر في برشا مواقف كي يكونوا بجنبك يسالوا عليك اجور اجور تواصل معهم هي حاجه مهمه، وانا نكون في دير ان شاء الله قدرت ربي جمعيتي ونجم نعاونها نعاونها من بعيد بالكلمه الطيبه باللي نجم نعاون، لكن محبتهم هما زادتني فخر كبير برشا. وكما قلت لك معناتها جمهور الاستاد راه كيلقى واحد راجل ويمشي معاهم كما نقولوا احنا معناتها يمشي معاهم راجل قادر انا تعطيهم تكون منظم معاهم اكيد انهم يقدروا يراولوا كثير، وهذه حاجه مهمه برشا في تاريخي وباش نقعد نستحفظ عليها وباش نقعد نقدر، والمحبه ان شاء الله ما توقفش بيني وعلاقتي بتكون كبيره بيني وبين جميل المراد فوسي. هذه حاجه قلت ربي سبحانه وتعالى نحمد عليها ربي، وحاجه ما ننساهاش كما نقولوا احنا، وحاجه زيدتني كما نقولوا احنا فخر واعتزاز. راهو ما عندكش فكره كيفاش التواصل مع جميل الملعب التونسي حاجه يعني لحمك يقشعر، معناتها راهو تواصل دايم بعد ما تويت سواء في الربح في الخساره يحبوا يتنينوا على جمعيتهم، والحاجه دايم التواصل مع الرئيس، يعني الرئيس الحق للامانه اسلام يتواصل برشا مع الملاعبية يسمع توصل له ميساجك يتفاعل معاك حاجه دايم برشا. ان شاء الله كما نقولوا احنا الماديات بركه في الملعب التونسي وكل شيء يتغير، الالقاب تحب فلوس ملعب تونسي كتبت ستاتيو يعني اليوم الصباح القاضي ظهري صادية واسعة نتابع برشا بروجيت استاد، كتبت جمعيتي فضل كبير عليا كبرت فيها وغادي بديت قصتي في عالم مستديرة حبيت ناسها وحبوني عشت اوقات باهية وتوجت بكأس تونس والكأس العربية الملعب التونسي عائلتي الثانية خاطر عرفت فيها برشا رجال وعرفتني برشا ناس باهين اليوم. نحب نقول لك ان شاء الله كل عام وانت بألف خير وفرصة باش نكونوا يد واحدة نقفوا مع جمعيتنا خاطر يلمنا شعار بركة شعار استاد حياة كبار الكل رئيس الكل مسؤول الكل مدرب الكل لاعب ساهم في كتاب التاريخ هذا النادي العريق. تحية كبيرة لجمهور الملعب التونسي أينما كانوا. أني شدتني كلمتين توجت بكأس تونس والكأس العربية، أكيد الملعب التونسي بعد على الألقاب لكن استرجعت بالكلمتين هذم ذكريات كبيرة جمهور استاد الملعب التونسي الكبير اللي يلعب على الألقاب. أنيس علاش قلت لك أنا والله لحمك يقشعر بالحق، معناتها شوف احنا خاينتنا المادة معناتها بالرسمي معناتها تحسنا بعدنا على البوديوم في وقت ما كنا كل عام اذا ما نلعبوش معناتها على تيتر نكونوا تروازيم كاترين. في الوقت ذاك كان رئيسنا اللي هو الرئيس الحالي جلال بن عيسى كانت الماديات متوفره ووفر كل شيء، يعني مثلا نعمل دي معنا ماركاتو راهو ما فماش ماركاتو، ثم اربع خمسه ملاعبين من طراز عالي يكونوا في الملعب التونسي. كانت عنا جمعيه تلعب بالحق تلعب، كنا كل عام نقولوا ثم كوب ثم شامبيونز نجوم نتفكرهم كانوا انت يا نيس البوسعايدي وسامه سلامي الاسعد الله يرحمه جودوين برشا برشا ملاعبين يعني تشوف حسن البجاوي زياد دروق زياد كيف عادل البغولي جودوين اترام حمدي مرزوقي زاد لا حتى في الاجانب راه كنا موفقين بالكديره خاطر كان عندنا السيوله ومعناتها ونجيبوا ملاعبيه حاجه توجع حق توجع عني بون نعرف اللي فضل الملعب التونسي تعرف اليوم اللي عرفني برجال وقراسة ربي وقراسة تونسية اني عملت بالي اخرى في حياتي غيرت لي مجرى حياتي على جميع المستويات سيرتو خاصه في معاشنا اليومي في حياتي اليوميه على المستوى المادي على المستوى الفكري ملعب التونسي مدرسه تاثرك تربيك وفرحان وسعيد اني انت من الجمعيه كبيره ومن الشعبوي وكل جميع الملعب التونسي تعرف علاقتي بهم شنو يعني حقيقه الملعب التونسي عنده فضل كبير عليا عمل معي برشا بي وخاصه نقول الملعب التونسي من بعد نقول الرئيس الحالي جلال بن عيسى علاش بقيت في ديل الوان استاد ما بدلتش بجمعيه اخرى؟ خاطر راحه راهي لازم نقول لك حاجه ساعات في وقت ما راحتك مش ريش بالفلوس كي تبدا عندك 200 مليار انا مانيش من الملاعبيه اللي نحب نعبي الكونت نتاعي برشا فلوس ياسر فلوس ومانيش سعيد ما نصورش انه راهو الفلوس برشا 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 بتعملك برشا سعاده حبيت نربح شويه ونكون سعيد وقتها اني انا ساعاتي ما كنت كان في الملعب حتى كي كانت العروض موجوده تكفى نحط راسي على مخده من قشره نزور على اليمين على اليسار نلقى روحي مالاديز بار كونتر كي نحط روحي انا انتمي للجمعيه ذي ونقعد في الجمعيه ذي برشا راحه والحمد لله معناتها حتى على المستوى المادي وقتها اسلام الملعب التونسي وفر لي المينيموم باش نجم نكون نعيش معاشي اليومي وسعري ونكون لابس كل شيء ما لقيتش نقص برشا حاجات باش نجم نخمم اني انا باش نغير الملعب التونسي وزيدهم بلوس في حومتي ومع ناسي ومع اهلي والانتماء تاع البقلاوستيه نعيش معاهم كل يوم
شيك كبيرة انك تقدر بيها مغودة في سلسلة الاخر. صحيح. هذيك علي تخيرت ان نقعد يعني انتمائي كان ملعب تونس. استاد ما تلعبش اليوم برشا على القاب بنيس، لكن الاحباء يعشقوها في كل حق الجمهورية. شنو السر في هذا؟ جمهور استاد يعشقها معناها ما احكي له في كل شيء كيف استاد. متعة كرة القدم عند الملعب التونسي، الملعب التونسي ما يخافش، عمره ما نهار يجي يمشي المنزل ويمشي الرد يسكر يلعب 10 دقائق. عمره الملعب التونسي ما يعمل ديبلاسمون لبرا ويسكر يحط حرب او جول. الملعب التونسي مدرسه في الكوره، في الوسط تلقى كوارجي، قدام تلقى كوارجي، تلقى الكوره تخرج نظيفه، المتعه المتعه. يشوف جمال الدين الامام في وقت الناس نيه مش نيه يعمل في الملعب التونسي، عبد الحميد رجال يعني من ديفونس الاتاك خرجت من العبيه ما يخافوش، من العبيه يحبوا يلعبوا الكوره. انا في الملعب التونسي ما ربناش نلعبوا البلوك با، وتربينا كما نقولوا احنا نخافوا من لي زادفرسير، تربينا نلعبوا كما نقولوا احنا نحترموا جمعيات، لكن ديما الند الند. فخر كبير انك تنتمي للملعب التونسي، وراه محبه الملعب التونسي اليوم في تونس كامله، على خاطر الملعب التونسي كل ما تتحط في ميدان كسوا في تونس ولا خارج تونس الا ما تلقى الكره تلقى المتعه. الملعب التونسي تهز الرسم على اسبيرونس، وحتى كما نقولوا احنا ما يضايقش مع الترجي الذي تونسي يلعب كورته ما يسكرلكش ما يمشيش يخبرش اللاعب يمشي يمتعك يمتعك. هذاك علاش اليوم علاقه الملعب التونسي والجماهير التونسيه خاصه نقولك الملعب التونسي فريق عريق وخرج اساطير. يقول لك انا عبد الحميد وقلت سميتك عبد الحميد رجال وجمال الدين الامام ديوا الله يرحمه معناتها برشا برشا من العبيه اليوم في استاد تونيزيان كانوا متعه كره القدم، كانت تبلك تقل التلفزه تتفرج في برشا من العبيه. اليوم تغير المعطيات تغيرت شويه وبرشا حاجات المراجعه الحق للامانه. ان شاء الله الملعب التونسي اللي في باريس السنين الجايه وعاود يرجع على البوديوم ان شاء الله. اخر سؤال انيس، شنو تقول للاحباء الملعب التونسي وخاصه الجيل الجديد من احباء استاد، ولو انه اغلبهم ولا يمشيوا الاكثر للكلوب والاسبيرانس؟ انا نقول لهم حاجه بركه، نقول لهم راهي كره تلعب بالفلوس اليوم. راهو اسم الملعب التونسي قعد شامخ صحيح، اما راهو الملعب التونسي اليوم ما غير موارد ماليه باش يقعد نفسه هو. مره نلعبوا كاتريين، مره نعملوا سيربريز نعملوا 5 فيكتوار، مره من بعد نعملوا 5 ديفيت، باش يقعد الملعب التونسي ستابل. نقعدوا عام باين نحلموا فيه وعام نلعبوا مانتيان والظروف هذيك. نحب نقول لهم الجيل هذا اللي يحب الملعب التونسي لازم يبني معاه علاقه جديده. في لو بلان فينونسيي وعلى المستوى المادي الملعب التونسي لازم يتغير. استراتيجي لازم ديسبونسور، لازم برشا فلوس. علاش؟ خاطر الفلوس هي المورد، هي الحاجه الوحيده اللي تنجم تغير الملعب التونسي في الانتدابات، في التسيير، الملاعب اللي يلقاو شهرين حاضرين، منحه الانتاج موجوده، تنجم تعمل ديركتمون حتى في المدربين نتاع الشبان، تخلصهم وتكون شبان. اليوم الملعب التونسي ممكن نقول حاجه بركه، الموارد الماليه ممكن تقصف في الفريق هذايا، وممكن تخلي الملعب التونسي على مديد معناتها السنين الجايه يعاني. ونقول راهو ممكن اليوم احنا سانكيين بلاس ونعملوا في عام بي، لكن انا ما يغرنيش. الملعب التونسي دو دوبا وقت اللي تبدا الامور الماديه سافا، معناتها الامور تبدا باهية، ما فماش ستابيليتي على المستوى المادي في الملعب التونسي، ما عندناش موارد ما عندناش حتى شيء. نقول للجيل الجديد هذايا جمعيتكم كان تحبوها تنجموا تبنيوا معاها كما نقول احنا علاقه جديده، وتنجموا تدعموها على كما نقول احنا المستوى المادي. واكيد انه الملعب التونسي برجال يعني ربي كانت توفر الامور الماديات، الملعب التونسي يرجع يقلق برشا في تونس ولما لا يرجع على البوديوم. يعطيك الصحة، شكرا ليك أنيس العيري على كل أكيد كلام من القلب ليك الملعب التونسي وأحباء الملعب التونسي. موزيكا في فير بلاي وبعد مواصلين حتى